الله. هذا يا ولد وانت بخير. هذه عطها ابو نواف. بابا ها شنيه مرجينيه. السلام عليكم. عليكم السلام. كلامك بخير. عيد مبارك. هذا لحم ضحيه. ما شاء الله. شكرا جزاك الله. زياد وديت الحمة ابو نواف؟ لا يا ابو، هذول ابو نواف مقتدر وهذول احق. هات هات اعطيها عمال. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو زياد مرحبا مليون. كل عام وانت بخير. انت بخير صحة سلامة تقبل اعمالك. اقرا 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 والله مستعجل مستعجل عندنا خبر الضحية اليوم وهذا حقك. الله يوفقك يا ابو زياد. بس يا ابو زياد والله لو انت شايف ان واحد نحوج من الحين عندنا ضحايا وعندنا لحم وعلوم زين يا ابو نواف على حقك. كثر خير كثر خير. السلام عليكم. سلام. كيف الحال؟ كويس. انا في سكن هنا جديد وهذا حظ صحيح حقي ام حقي انا. لا جيبوا بكري حروف انا يسوي صحيح هذا حقي انا. لحظه شوي يبا سمسم يا زياد. هلا سامي جاء لحم الضحية وتقول له تعطي عمره. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انا سكن جديد هنا. ما شاء الله هنا سكن. انا بجيب بكري حق زهية انا خروف. هذا الخروف. ايوه. هذا لحم حق انا اجيب هدية. هل تعطيني أنا لحم؟ أيوة هذا هدية مسلمين لازم كل مسلمين يجيبها هدية. هذا محمد رسول الله. آه يا أبو زياد لو شفت هالعامل وبزارينه كان عرفت إن في ناس أحوج من الحمد. لكن الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. متشا كيف حالك؟ عيد مبارك. ما شاء الله ما شاء الله. عيد مبارك ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يجزاك خير ان شاء الله. شوف هذا كله مسلم اخو. ايوه كله مسلم اخو. الحمد لله. الحمد لله. لحظه شوي يا جماعه، اللي خلانا ننسى المساكين ذولا اننا حولنا العبادات الى عادات. الواحد يا جماعه الحين ياخذ الحمد يقول بارك يا فلان، اخاف انه يشرح علي ولا يزعل علي عشان ما بده. يا جماعه هذولا اخواننا مستحقين ومنهم عندهم اطفال ومتغربين. اذا انا وانت نسيناهم من يبي يجيلهم؟ من يبي يشعرهم فرحه العيد؟ فتكفون لا تنسونهم يا جماعه. وكل عام وانتم بخير.